احنا من تونس انيس بن مين. النهارده سيف الدين الجزيري احرز هدف مع منتخب التونسي، وسيف الدين الجزيري مع تونس حاجه ومع الزمالك حاجه. اهلا بيك كابتن انيس بن مين. اهلا وسهلا بيك يا كابتن وكل متابعيك ومستمعيك. اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير وبخير يا رب. مدوخنا معاك يا انيس انت والله. لا العفو لا يعني خلي اللعيبه يبقى في استقرار بقى يا انيس. ليه هكذا كل لاعبين مستقرين اللي ما عندي كلهم مستقرين. يعني فين فرجاني ساسي؟ فرجاني حمدي النجاز من بلدي انيس بن ميم كلها مشاكل يا انيس. لا 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 ما فيش حتى مشاكل بالنسبه للوضع اللعيبه اللي ما عندي مع نادي الزمالك ما فيش اي مشاكل. يعني كله تمام؟ لا كله تمام. يعني سيف الدين الجزيري لم يشتكي او لم يشكو نادي الزمالك؟ لا الحقيقه ما عنده حتى شكوى واللاعب موجود ويتدرب ويمشي بتعليمات الاداره وتعليمات الاطار الفني وهك شفته. معناتها لولا ما كان جاهز في نادي الزمالك ما كانش لازم يكون جاهز المنتخب يتم استدعائه اولا. تمام. طيب. يلعب ويسجل او يسجل هدف هذا كله نتيجه التحذيرات. هو اتقال يعني ان قدم شكوى. الكلام ده صحيح ولا غير صحيح؟ لا 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 لا, لا, لا عشان مستحقاته. لا لا عنده مستحقات صحيح لكن ما عملناش حتى مجرد لفت نظر. مش لا واحده واحده عشان اسمعك يا استاذ انيس. يعني هو ليه مستحقات خدها؟ ليه مستحقات عند النادي. ايوه اللاعب لا رفعنا لا شكوى ولا حتى مجرد لفت نظر ما رفعناش. تمام يعني هو ليه مستحقات بس انتم ما عملتوش شكوى. اكيد الله عليك ده كلام محترم. مش هو انا هو بحد ذاته عنده مستحقات. كل اللعيبه ذا النادي يمكن عنده شويه ازمه سيوله ماليه فاللاعب متفاهم ونحن متفاهمين. بالعكس مستحقات كم شهر يا استاذ انيس؟ والله شوف اسمع ما نحبش ندخل في التفاصيل لانه نحن الموضوع هذا مش مطروح بالنسبه. تمام الأمانة. طالما انه هو معناتها متفاهم وضع النادي والنادي متكلمين معاه واداره الكوره اتكلمت مع اللاعب وتناقشوا وتكلموا في المواضيع كلها فبالنسبه لي ما فماش مشكل. معناتها يكون عنده راتب او خمسه او ثلاثه معناتها متخلفين ماهوش مشكله طالما اللاعب ما اشتكاش والنادي فاهم وضع اللاعب نتاعه وفاهم اللاعب وضعيه الماليه نتاع النادي واللاعب متقبل الامر هذا وما كما قلت لك حتى مجرد لفت نظر ما عملناش مش شكوى. يعني ما فيش اي نيه لفسخ التعاقد بسبب تاخر المستحقات؟ لا بتاتا اهو هذا في الوقت الحالي ما فيش موجود. الكلام ده محسوب عليك كلام محترم ومحسوب عليك. انا ملتزم بيه مش حتى محسوب عليك بس كده ده اهم حاجه. تمام. هل سيف الدين الجزيري مستمر مع نادي الزمالك الموسم القادم ولا في كلام؟ لا شوف نحن اللاعب عنده عقد مع النادي. ايوه والنادي لا فاتح اللاعب في انه ينهي العقد او باتفاق او بصوره احاديه ولا اللاعب فاتح النادي انه هو باش يطلع وعنده رغبه انه يطلع. اذا اللاعب مثل النادي متمسك بيه وموجود يكمل عقده ومرتاح في نادي الزمالك ما عندوش حتى اشكال. تمام. طيب هل في عروض جت لسيف الدين الجزيري؟ شوف نحن الاتصالات موجوده لكن نحن احتراما في النادي او اي شيء يجي بصوره رسميه نعرضه على النادي ونفتحهم فيه ونشوفهم هل انهم يقبلوا بالعرض او ما يقبلش، هل انه عنده رغبه انه اللاعب يطلع وباي سعر باش ينجم يقبل انه يطلع اللاعب، فطالما الامور ما جاتش رسميه اللاعب بيحترم ناديه وما عندوش الحق يناقش اي شيء بدون علم ناديه او بدون موافقه ناديه. تمام، العروض دي من برا مصر ولا من جوه مصر؟ لا لا كلام مش كلام كلام. ايه تفسيرك يعني. ايه تفسيرك بتالق سيف الدين الجزيري مع منتخب تونس وعدم تالقه في الفتره الاخيره مع نادي الزمالك او عدم تهديفه بصوره منتظمه مع نادي الزمالك؟ ايه تفسيرك؟ اولا ساعه هي ساعه من ثم مساله توفيق مع المولى سبحانه وتعالى. والله ما ثانيا انه هو في الفتره الاخيره سجل في اكثر من مقابله وعمل اسيست في مقابله اخرى وفاز النادي ونادي في الاول وفي الاخر هو اول الترتيب متصدر الترتيب معناتها كمجموعه يلعب فيها المجموعه ناجحه اليوم في اداره المستوى الفني للنادي. معناتها اليوم النادي ماهوش عنده ازمه نتائج او ازمه فنيه والنادي تقريبا يتصدر الدوري المصري الموسم الثاني على التوالي وبالتالي معناتها ما تنجمش تتكلم على وضعيه لاعب، لاعب موجود وكل ما استدعاه المدرب او ناديه المدرب او تعول عليه المدرب وعند ثقه الاداره هو موجود وموجود الشكل الشيء هذا انه هو يشتغل ويكون على ذمه النادي بتاعه وذمه الاداره الفني. طيب طمني بقى على حمدي النجاز. لا اموره كويسه حمدي النجاز معناتها فسخ عقده مع نادي الاهلي وللامانه هو فسخ النادي الاهلي هو فسخ العقد مش اللاعب معناتها اللاعب ما كانش يبحث على عدم الاستقرار. 1/7 ان شاء الله يرجع العقد بتاعه مع نادي الزمالك وبطبيعه الحال بعد لكل حادث الحديث. طيب يعني هو خلاص حمدي النجاز على قوه نادي الزمالك. لا هو موقع عقده موجود العقد يبدا من 1/7
واحد سبعة موسمين واحد سبعة لمدة موسمين بطبيعة الحال هو موجود على ذمة نادي، وبعدين ذكى بعض الأمور الأخرى إدارية أو فنية نتناقشوا فيها على طاولة المفاوضات. يعني اللي هيقرر بقى استمرار حمدي هو نادي الزمالك؟ أكيد هو موجود معه، موجود على ذمته، كيف ما هو ملزمين، كيف ما هو ملزم معه، ما هو ملزمين معه.